السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير بالصحه والعافيه انتم والعائله ديالكم ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله الفيديو اللي كيبغيوها كاع العيالات ومنهم انا المعنات الديكورات ان شاء الله غادي نمشي عند نور ديكو. لا كنتو كتعرفوها، راه كاينه في المعارف، كاينه في المعارف نور ديكو، زنقة ابن نفيس، جو كوا 14 ابن نفيس. المهم كلشي المعلومات غادي نخليهم لكم في باغ دانفو، التليفون ديالها. المهم عندها داكشي ما نقول لكمش، راكم عرفتكم اختكم سالات تموت على لا ديكو المعنات. دونك هادشي اللي كاين، غادي نمشي خاصني شي حاجه. راه قلت لكم كنقلب على لا ديكو باش نديرها في داك الدريجات اللي عندي في الصالون، كنقلب على شي حاجه زوينه. و صافي يلاه اكتشفتها ديغنييغمون، صيفطتها ليا صاحبتي لالا هدى من الرباط. شتي الناس ديال ماشي كازا كيعرفوه، حنا كازا ما تنعرفوش. دونك شكرا للمتتبعات اللي كيبارطاجيو معايا، اللي كيوريوني لي بون بلون، لي بون زوندغوا، لي بون زادريس. شكرا لكم، هلا يخدمكم عليا، ميرسي بوكو، مرحبا بكم كتصيفطوا ليا هادشي. المهم معليناش، دابا انا ان شاء الله غادي نمشي باش كيما قلت لكم راه كنقلب على كيلكو تخوك، وبطبيعه الحال غادي نصور لكم ان شاء الله المحل ديالها، ونصور لكم هذا ونعطيكم لادريس ونخليها لكم في باغ دانفو. وبطبيعه الحال ملي غندخل الدار غنشارك معكم المشتريات. المهم سناء قفرتيها والله يعطينا غير الصحه والسلامه. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين البنات. دونك اللي انتريسي بهاد لا فيديو بيان سور 99% ديال العيالات ولا ما كانتش 100% ان شاء الله مرحبا بكم. دونك خليكم معايا ما تمشيو فين.
هنا البنات جايين، الا كنتو جايين من ماكدونالد على يديكم دليمن، راه غتلقاو المكازان ديال جوي هي اون فاس معاه، راه باينه الطريق. المهم راه التليفون في صندوق الوصف والعنوان في صندوق الوصف. السلام عليكم، شخباركم؟ عدت اليكم من جديد. مرحبا بكم عندي، دايره شومبل. دونك البنات ديما سناء مقفرها كما كتعرفوا، ديما سناء مع المعنات، ولكن شوفوا انا راه قلت لكم تعلمت كنشري الحاجه اللي انا محتاجه ليها، ما بقاش كنشري حاجه اللي عندي اون دوبل، دونك كنشري حاجه اللي محتاجه ليها. دونك البنات مشيت عندهم، واحد السيده ظريفه ام نور كنشكرها من هذا المنبر، واحد لاكوي ديالها، تلاقيتني واحد جوج متتبعات كنحييهم من هذا المنبر. دونك سجلت لكم كما شفتوا معايا دي زارتيكل زوينين، وشاك فوندردي كدير دي بروموسيون، يعني شاك فوندردي عندكم دي بروموسيون، وإلا مشيتوا عندها مثلا وشي حاجه اللي ماشي في بروموسيون عجباتكم بيان سور غدير لكم لو بري ديالي، تقول غير اللي مشى عندها يقول ليها من عند طرف سانسونا، وهي ان شاء الله غادي تهلا فيكم ان شاء الله اكيد. دونك البنات غادي ندوز باش نبارطاجي معكم ان شاء الله هذه. المهم المعلومات كلها غادي نخلي لكم التليفون ديالهم، انا نعت لكم لادريس ديالهم، غنخلي لكم نيت لادريس اكزاكت في سميتو في باغ دانفو. شنو اخر؟ هذا الانستغرام ديالها حتى هو غادي نخليه لكم في باغ دانفو. دونك هذه هي المعلومات اللي نقدر نعطيكم، دونك غنوريكم لي زارتيكل دابا. دونك البنات غنبدا باول حاجه، هاد الكيسان ما خديتهمش، واش عقلتوا عليهم فاش كنت وريتهم لكم؟ كانت هداتهم ليا خديجه صديقه ديالي، ياك عقلتوا عليهم؟ دونك كان عندي وكنت قلت لكم راه غنشري لهم اون كاغاف، شريت لهم هادي كما شفتوا، ها هو الشكل ديالها. دونك ها رجعت درت لها هكا بحال جات اونصومبل، دونك جات زوينه، جات معاها. خديت هادو ديال شانديل شاندولير كما كتشوفوا، انا من بعد غادي نفاهم لكم باش تشوفوا في هذا، غير درت هذا البنات هاد لي بوجي خديتهم ميزون دو موند، في هذاك اللي عقلت ولا كنت شريت معكم كنت شاركتها معكم، عطيت فيهم واحد الريحه غزاله عجبتني، دونك غير باش تاخذوهم الا عجبوكم، المهم انا راه عجبوني. دونك الشكل ديالهم هكذا، ايوا سوينيه داتاي. هاد المنديل اللي راه كان عندي، هاد المنادل حتى هما راه كانوا عندي، كاختي جبتهم ديال اتاي، ديال اتاي. الا بغيتو ديروهم في بلاطو ديرو، ولكن بلاطو ما انا كيبان ليا راه جبت عندي عندي سميتو لا ناب ديال هاد بلاطو، وعندي المنادل ديالهم ديال اتاي. انا ما عرفتش، ما جانيش الجي اس اي، ما عجبنيش حيت ديجا البلاطو ديجا فيه زعما لي موتيف وداكشي، ما عندوش شي يتغطى، يعني الزاج وداكشي خصو يبان. دونك البنات اول ارتيكل هو هذا البريريد كما كتشوفوا معايا، كارتيي يعني يجيكم مع لو بلون، يجيكم مع الدوري. البريري الثاني صغر منه، هذا ديال كما كتعرفوا العاده ديالنا، هذا ديال الحلو كنديروا فيه اتاي الحلو، وهذا اتاي مسوس طبيعه الحال كما كتعرفوا. انا غير بالنسبه للبنات الجزائريات والتونسيات اللي معانا والسعوديات وداكشي، حيت ما كيعرفوش التقاليد ديالنا، كان غير كنحاولوا نوريهم التقاليد ديالنا. دونك ديما اتاي حلو، اتاي مسوس في الصينيه داتاي. شريت هاد لي فيغ حتى هما دوغي، انا غادي نطفي الشمع لان ما كيعطيش سميتو، ما كيعطيش هذا، صافي انا طفيتو. شتيو الكيسان دوغي والبلاطو، راه كنت وريتو لكم، راه شتو في لابوتيك، ها باش تشوفوا راه مزوق حتى هو دوغي. انا عندي كلشي البنات ارجونتي، ما عنديش كاع الدوغي، ما عنديش البراد دوغي، وما عنديش هذا. دونك عجبني هذا لونسومبل، وعجبني في حقيقة انا اتيراني بزاف هو البريريد كيما شفتوا الشكل ديالو، دونك عجبني قلت اجي معلاش ما ناخذش لونسومبل كامل ونتهنى.
دونك هذه هي السوينيه ذاتي. دابا غادي نقول لكم لي بري البنات. دونك البنات بالنسبه للاثمنه البراد الكبير داير ب 300 درهم يعني 6000 ريال هذا الكبير، وهذا الصغير داير 230 درهم يعني 4600، والكيسان 12 الكاس ب 120 درهم لقيتهم اون بروموسيون، والبلاطو ب 300 درهم يعني 300 درهم الكيسان 120 درهم. دونك قلنا اثمنه كامله دي هادو، هادو ب 300 درهم يعني 6000 ريال، ولا كاغاف ب 280 يعني 5600 ريال. البنات اللي ما متبعينش معايا من الاول، لاكغاف بوحده راه بلا كيسان، كيسان راه ديالي، كانوا جاوني كادو عند صاحبتي. دونك هادو هما لي زارتيكل البنات. راه قلت لكم انا شي حاجه اللي خاصاني، راه ما كنشري شي حاجه اللي زايده، صافي تعلمت كانت كنشري الزايد. هاد الكيسان خاصني ليهم لاكغاف، هادو خاصيني دي فوا كنبغي ندير هكا شي عشاء ولا هذا مع وليداتي كنبغي نفرحوا براسنا، ويعني هادو ماشي يمكن لكم ديروهم للضيافه، انا غادي نوريهم لكم حيت وريتهم لكم قبيله كما كتشوفوا. شتي فيهم هادوك لي بحال لي ستراس، شتي الشكل ديالهم، يعني يمكن لكم ديروهم للناس يمكن بوكو با. غير البنات واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي ما عارفينش البلاطويات على هذا الشكل والبراراد وداكشي، ديما ديروهم في السيلوفان باش ما يخسروش لكم، ما تمشيش لهم لا كولور، وبيان سور ما كاينش جافيل، ما كاينش لا ماشين، ما يدخلوش لا ماشين افاسيل بطبيعه الحال، يعني تغسلو بشويه بشي حاجه يعني رطيطبه هكذا، راه عرفتوا هذا الشيء ما كيبغي تهلو، ويتمسحوا مزيان تنشفوا مزيان سور بلاص باش ما يبقاش فيهم داك النقيطات، ويتلوها في السيلوفان. دونك البنات كنتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا معايا وعرفتوا هاد لادريس. المهم كيما قلت لكم راه شاك فوندغودي كدير بروموسيون ديال دو زارتيكل، ولا عاود مشيتو عندها وقيتو شي ارتيكل ماشي في بروموسيون راه غادي لكم لا جونتييس دو مابار، يعني تقول لها غير دو مابار سانسوناسان، وهي ان شاء الله غادي تنقص لكم ان شاء الله. ومره طيبه صراحه، مره طيبه زعما تشرفت معرفتها. هادشي اللي كاين البنات. دونك الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بكم في القناه ديالي، ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش تبارطاجيو، ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني، وهلا يخطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف. اي ا لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.